اخواني السلام عليكم. هذا بيستون، بيستون تاع ديو نقبناه. علاه نقبناه هكايا؟ على خاطر بيستون ما لقيناش منه، البيستون دوريجين نتاعو هو بالفيناتر بالشبابك هكايا. في صورة ما ملقيناش بيستون، معناتها نجمو نأقلمو بيستون آخر تاع ديو. شوفوا نشاهدوا البيستون هذايا، نعملولو نقبتين يكفي باش ياخو شوية غاز أكثر. الكبس نتاع البيستون ماذا بينا يكون مكبوس، نكبسوه هكايا وننقبوه، نعملو فيتاس قوي في الشينيون ونعملو نقبة جديدة أفون ترو، وبعد نعاودو ننقبو بماش 10 ولا 12، ماذا بينا منوسعوهاش برشا باش متكسرناش البيستون ونسيسو عليه. عندنا البيستون كيف كيف هذايا في الديو، في الردي عندنا لي كريك بي، عندنا هذايا لي كريك بي مش منقوب، كيف كيف عندنا الردي منقوب، نجمو نكيلو. كيفاش نقيسو البيستونات نتاعنا؟ ماذا بينا اللاكس مع اللاكس، والطول نشوفوه يكون فلان من الفوق، نشوفو من اللوطا هكاك نقيسو البيستون، ما ناخذوش بيستون هكاك على الهامش، بيستون كيف كيف صغير نقيسوه هكاك، نركبو ديما اكس ونحشيو اللاكس مع اللاكس ونشوفو كيما هذا قصير. نجمو نعرفو بيستونات نكيلوه مو البيستون. البيستون راهو كوني، بيستون تاع الالومنيوم، شيميز الالومنيوم، مش كيف البيستون تاع شيميز فونت. بيستون كيلوه تلقاه ديما نكيلوه من اللوطا، من تحت من الفوق، خاطر تفرج يبدا كونيك. بيستون كونيك وإليبتيك تلقاه معظم، فما اللي يقولك شبيه البيستون هذا معوج، مش معوج هو معظم، على خاطر السخانة تقع من الفوق تال النار، وقت تقع السخانة فوق تال النار يتحل البيستون ويولي قد وقد الشيميز. مالا تكي البيستون كيفاش نكيلو البيستون، نثبتو روحنا ونقيسو اللاكس، اللاكس فما الدوز، فما الدوز فما ديس فما الكاتورز فما اللاكس تريز نتاع الشنوا نتاع الموتوبيكان تلقاه اكس تريز، ديما نثبتو نحطو اللاكس مع اللاكس. هنا هاو مجاش، مش هو بيدو البيستون، هنا هاو جا، يعني اللاكس نكيلو بيه البيستون، ديما نكيلو نحشيو اللاكس في اللاكس باش نشوفو الطول ونشوفو الخشن بتاع اللاكس. والسلام عليكم.